افتتحت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية توسعات وخطوط إنتاج جديدة، وذلك بمركز استدامة للحرف اليدوية والتراثية بقرية يوسف الصديق بالفيوم. النهارده موجودين في قرية دار السلام مركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم، بنكمل منظومة الخدمات التنموية المستدامة اللي بتقدمها صناع الخير تحقيقا لأهداف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. بدأنا مع أهالينا هنا في دار السلام وكل القرى المجاورة، اشتغلنا هنا قبل سنوات قليلة على خط لإنتاج السجاد اليدوي، ومع التوسع في انتاج السجاد اليدوي ومع زياده اقبال الاهالي بعد او السيدات الريفيات بشكل خاص بعد نجاح الفكره، كان لابد ان احنا نتوسع لاستيعاب اعداد اكبر من السيدات المعيلات عشان نمكنهم ونخلق لهم فرص عمل. احنا بشكل اساسي موجودين هنا عشان توسعات مركز استدامه في محافظه الفيوم. الغرض من التوسعات دي هي اضافه اربع انواع من انواع الحرف، هي حرفه الخياطه وحرفه التطريز اليدوي وحرفه المكرمية وحرفة الجلد الطبيعي أو المشغلات الجلدية. الغرض منها إنتاج 13 نوع من أنواع المنتجات المختلفة وتوفير ما يقرب من 400 ل 500 فرصة عمل على مدار السنتين الجايين للسيدات اللي موجودين في القرية والقرى المجاورة ليها. قدرنا الحمد لله إن احنا نضاف عدد سيدات كتير جدا على السجادة اليدوي، ونقدر كمان حاليا سلمناهم من ولاد داخل البيوت وبقينا نديهم منتجات وناخد المنتج ده نسوقه سواء داخل مصر او خارج مصر. المراه بالنسبه لنا هي عمود الاسره في القريه، وبتبقى عندها مسؤوليات كثيره لازم تسهم فيها علشان تساعد الاسره بتاعتها، وبالتالي جت فكره مراكز الاستدامه. جزء برضو من التركيز بتاعنا على الحرف التراثيه والمشغولات اليدويه كان جزء من المبادره الرئاسيه للريس، اعلنها انه دوت بالنسبه للدوله يعني منجم ذهب لازم احنا نركز عليه. احنا عندنا عماله قويه وعندنا امكانيات كويسه قوي في الجزئيه ديت، فلازم ننميها. احنا النهارده هنا في المركز بندرب الستات على حرفه صناعه الجلود، بنعلمهم حرفه يقدروا يعملوا منها مصدر رزق، يبقى مصدر دخل ليهم ثابت. بيتعلموا صناعه الجلد الطبيعي من الالف الى الياء. النهارده اول يوم ووعدونا ان احنا بعد كده هنشتغل على طول، فاحنا جينا هنا عشان نشتغل ونطور من نفسنا علشان اولادنا وكده. احنا عايزين نستفاد بعلام وفي نفس الوقت بدخل لاولادنا ونعلم اولادنا حاجات جديده.